السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا المتجدد والمتعلق بقراءة جديد الصحف المغاربية الصادرة اليوم، والتي نبدأها كالعادة بقراءة الصحف الجزائرية. في الصحف الجزائرية نبدأ بقراءة صحيفة الخبر، والتي أوردت في صفحتها الأولى عنوانا بارز، وقالت صحيفة الخبر في مقال لها وعلقت على ما جاء في تصريحات الوزير الأول أحمد يحيى بأنه فجر قنبلة. الوزير الأول، والأكيد تقول الخبر أن هذا الخبر أثار الكثير من التساؤلات في كل اليوميات الصادرة اليوم، وعنونته الوزير الأول أحمد يحيى يفجر قنبلة على المصدرين التعاون مع الأقدام السوداء. قضية الكوكايين تزلزل منصات التواصل، عنوان اهتمت من خلاله صحيفة الخبر بتوقيف هذه الكمية التي تسجل لأول مرة على مستوى التراب الوطني، وقالت أن الكثير من المطالب بالكشف عن كل أبعادها. مهزلة أخرى في بيت الفاف، إشارة من الخبر لجديد خسارة المنتخب الجزائري أمام منتخب رأس الرجاء الصالح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية. في صحيفة البلاد، والتي اهتمت أيضا بتصريحات أحمد يحيى في مجال تطوير الاقتصاد الوطني، وقالت الوزير الأول أحمد يحيى مخاطبا المصدرين: عليكم كسب معركة تغطية السوق الوطنية. تسهيلات جديدة في منح التأشيرات، وهذه التسهيلات تقول البلاد في عنوان بارز لها موجهة لخريجي الجامعات ومراكز التكوين. تقول أن هناك اتفاق تبادل الشباب بين الجزائر وفرنسا يدخل حيز التنفيذ، ومن شأنه تقول الصحيفة أن يسهل في إجراءات الجديدة لمنح التأشيرات. هكذا حاول كمال البوشي إغراق الجزائر بالكوكايين، عنوان أشارت من خلاله البلاد إلى مسألة تهريب سمع بياء وواحد كيلوغرام من الكوكايين والمسجلة عبر ميناء وهران. في المشوار السياسي نقرأ: أطفالكم في خطر. اهتمت إذن المشوار السياسي بموضوع يختلف عن الموضوعين السابقين وأبرزته، وهو ما متعلق بتصريحات لوزارة الصحة التي حذرت من عمليات ختان الجمعيات، وتؤكد أن أطفال الجزائر في خطر بخلال العنوان أطفالكم في خطر. الجمعيات الخيرية تتحايل على الجزائريين، خبر آخر يدخل في سياق هذا العنوان، ووزارة الصحة: لا تختنوا أبنائكم خارج المستشفيات والعيادات الخاصة. هذه هي معركة الاقتصاد الوطني، هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة المشوار السياسي للحديث بخصوص تصريحات يحيى الذي يغازل المصدرين الجزائريين كما وصفت ذلك الصحيفة. 18,000 عون لحراسة الشواطئ ضمن خطة الاستياف لمرافقة المواطنين. في صحيفة الشروق وفي صفحتها الأولى اهتمت ب 120,000 مليار تيفيا دفعها الجزائريون خلال 12 شهرا، يعني ضريبة على القيمة المضافة مقدرة ب 120,000 دينار. الشروق واصلت الحديث في هذا السياق وقالت أن 68,000 مليار سنتيم الضريبة المقتطعة من أجور العمال والموظفين، والضريبة على أرباح الشركات تقفز إلى 10% بقيمة 38,000 مليار. صحيفة الخبر قالت هذه خطة سوناطراك لوقف صحيفة الشروق اليومي أقول هذه خطة سوناطراك لوقف هروب العمال نحو الشركات الأجنبية. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ عنوانا بارزا متعلقا بتصريحات الوزير الأول أحمد يحيى الخاصة بتطوير الاقتصاد الوطني، وقالت أن تطوير الصادرات من غير المحروقات يحيى يعول على الأقدام السوداء. هذه أهم المواضيع والملفات الإخبارية التي أشارت إليها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. ينضم إلينا من الجزائر المدون والصحفي فاتح بن حمو لمناقشة هذه المواضيع. فاتح بن حمو، بعد ترحيبي بك وشكرك على تلبية الدعوة، يبدو أن الموضوع المتعلق بالضريبة والذي أشارت إليه صحيفة الشروق اليوم، والمتعلق ب 120,000 مليار تيفيا دفعها الجزائريون خلال 12 شهرا، تثير الكثير من التساؤلات. هل
تلجأ الحكومة لتعويض الناقص في سعر البترول من جيوب المواطنين، وأوها على الأقل هذا ما يبدو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم لكل الشعب الجزائري ولكل طاقم قناة المغاربية. أظن أن الحكومات الفاشلة عندما تواجه الأزمات فإنها تقدم المواطن وجيبه كقربانا لتعويض كل الفشل الذي أحيط بها. من بين المشاريع التي تنتهجها لتعويض هذا الفشل هو ضرائب إضافية، بيع بطاقات أو الهوية، السطو على جيب المواطن ومقدراته. هذا هو الواضح من خلال السياسات المنتهجة منذ بزوغ أو ظهور مشكلة تدني أسعار البترول في السنوات القليلة الماضية. فتح بن حمو هذا الموضوع المتعلق بالضريبة، يساير موضوع أيضا أشارت إليها الصحف الصادرة اليوم والمتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني. ما هي في رأيك أهم القراءات التي تعطى لتفسيرات تطوير الاقتصاد الوطني؟ الوزير الأول أحمد يحيى يقول أن الجزائريين أو المصدرين الجزائريين مطالبين بالبحث في التعامل مع الأقدام السوداء، ففي رأيك إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك حلول لمسألة الاقتصاد الجزائري، خصوصا وأننا يعني لم نكن قادرين على الحلول أيام البحبوحة المالية؟ فيما يخص الجانب الاقتصادي الأمور واضحة جدا جدا، كل الخبراء وكل المعنيين يلحون على رفع الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الذين يأتون إلى الجزائر ثم يفرون، مثل ما يقال المثل، يدخل زارب يخرج هارب، نظرا للإجراءات البيروقراطية المتخذة من الإدارة الجزائرية. فالحل الوحيد لتمكن الاقتصاد هو رفع الإجراءات البيروقراطية ووقف النزيف للعملة الصعبة. كل هذه الأمور تكلم عليها السيد يحيى في عندما جاء بفكرة طبع النقود، قال نحن لا نرتكز على آراء الخبراء، نحن نضمن الرواتب الشهرية. أما ما ينظر له الآن من الاتجاه أو الذهاب بلا الأقدام السود، أظن أنه هذا نتيجة لضغط فرنسا في هذا الملف، حيث قال رئيسها فيما سبق في زيارة ديسمبر علينا بالمصالحة التاريخية التي يرفضها قطاع واسع من الشعب الجزائري. فتح بن حمو موضوع آخر أثار الكثير من الحبر على مستوى الصحف الصادرة اليوم، وهو ما يتعلق بما وصفته الخبر على الأقل بمهزلة أخرى في بيت ألفاف. أنت كمدون وكصحفي كتبت في هذا السياق، ولكنك أشرت إلى نقطة مهمة متعلقة بتصريح الناخب الوطني رابح ماجر الذي يقول لن أستقيل لأن استقالتي معناها انهيار المنتخب الوطني. لماذا يفكر بهذا الأساس كل ربما تقريبا مثل ما أشرت إلى ذلك كل المسؤولين على قطاعات معينة؟ لماذا يفكر؟ لأن ما أنتجته السلطة الفاشلة ومن ورائها رجالها أن كل ما يحقق على الأرض لا ينسب إلى مؤسسات الدولة، ولكن ينسب إلى أشخاص، من بينها برنامج فخامته وبرنامج الوزير فلاني والوزير علاني، حتى يعتقد هذا المسؤول أن الخراب يأتي من ورائه فيقول أنا لا أستقيل، وهي في الحقيقة أن الناس لم تتعود على ثقافة الاستقالة لأنها أمنت العواقب. ماجر لا يستقيل، الوزير من قبله الفاشل لم يستقيل، الرئيس الفاشل لا يستقيل، مدير المؤسسة، مدير الديوان، حتى وإن سينتظرون مثل ما قلت أنا في تدوينتي سينتظرون الإقالة أو أن يتدخل ملك الموت. كم من وزير مات في منصبه، وكم من مدير ديوان، وكم من رئيس مات وهو على منصبه. على شاكلتهم يمشي المدرب رابح ماجر حتى يضمن حقوقه
والتي هي في العقد. هذا من جهة، ومن جهة هي ثقافة غائبة على المسؤولين الجزائريين، وكذلك غياب العقاب والمحاسبة للفشلة والمفسدين في كل القطاعات في الجزائر. شكرا فاتح بن حموس الصحفي والمدون، ناقشت معنا ملفات الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. قراءة في جديد الصحف المغربية يقرأها على مسامعنا نبيل عبد اللاوي مراسلنا من المغرب. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميل عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين في هذه النافذة التي نستعرض فيها أبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة في نهاية هذا الأسبوع. والبداية بيومية الأحداث المغربية في عنوان غطى جل الصحف المغربية: المقاطعة، الحكومة تدق ناقوس الخطر، دعت المغاربة إلى توقيفها ونبهت إلى تداعياتها على التشغيل والفلاحين، حيث طالبت الحكومة عبر بلاغ أذيع منتصف ليلة أول أمس الخميس المغاربة بالتوقف عن مقاطعة مادة الحليب، وهو استجداء دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم مجددا على الحكومة، لدرجة أن بعضهم زايد عليها وطالبها بإصدار بلاغات جديدة لصالح باقي الشركات التي تعرف منتجاتها مقاطعة شعبية. وتحدث البلاغ الحكومي الذي صدر بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي عن تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها، بعدما قررت الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بالمغرب بنسبة 30% والاستغناء عن أزيد من 900 عامل. في ذات اليومية دائما في قلب الديست المخابرات المغربية كواليس زيارة خاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تفتح أبوابها لأول مرة للصحافة المغربية والدولية. نتحول إلى يومية الاتحاد، ومع انطلاق امتحانات البكالوريا الامتحانات تنطلق في المغرب في ظل تدابير جديدة لزجر الغش. الغش معضلة كبرى تسيء للمنظومة التربوية والمصداقية ولمصداقية الامتحانات. للإشارة، فوزارة التربية الوطنية عازمة على تطبيق القانون فيما يخص حالات الغش التي قد تصل إلى السجن. نتحول إلى يومية المساء في عنوان طبعا له علاقة بالمقاطعة: الدودي يهاجم المقاطعين، الحملة تقتل الفلاحين وعمال سنترال، الحكومة ناشدة المغاربة وقف الحملة، واجتماع طارئ بالبرلمان لمناقشة الأزمة، حيث اتهم الأحسن الدودي الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغاربة المقاطعين لشركة سنترال دانون بقتل الفلاحين والعمال في أعقاب القرارات الأخيرة للشركة بتخفيض الإنتاج 30% مع تسريح 1000 عامل في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة. وقال الوزير في مداخلة على القناة الأولى الرسمية مساء الخميس أن المقاطعة تقتل الفلاحين والعامل المغربي، مؤكدا أن مادة الحليب لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2013. وفي الجارة إسبانيا، حالة ترقب في الرباط بعد الإطاحة براخوي ووصول الاشتراكيين إلى الحكم. الحزب أحرج المغرب خلال الشهور الماضية حول ملفي حراك أجرادة والهجرة، فبعد أسابيع فقط من تلويح الحزب الاشتراكي الإسباني بملتبى سحب الثقة ضد حكومة الحزب الشعبي، أسقط بيرو سانشيز بدعم من حزب الباسك وبعض الأحزاب الجهوية حكومة ماريانو راخوي. وحسب قول المصدر الدبلوماسي للجريدة بأنه منذ صعوده إلى رئاسة الحكومة خلف الاشتراكيين تحسنت العلاقة بين البلدين، وتسبب الاشتراكيون في الشهور الماضية للمغرب في مشاكل كثيرة لا سيما فيما يرتبط بملفي الهجرة وحراك الريف. نختتم هذه الجولة في الصحف المغربية الصادرة في هذا اليوم بيومية رسالة الأمة، وكغيرها من الصحف المغربية: مقاطعة، العثماني يناشد المغاربة لتفادي الإضرار بآلاف الفلاحين، وأزيد من 83,000 طفل مغربي بدون هوية. لهذا أطلقت الحكومة المغربية الحملة الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية. والفيفا تقدم هدية جديدة للملف الأمريكي في العنوان الرياضي. للإشارة زميلي عبد الحي، فإن المغرب قد تجاوز ليلة أمس المرحلة الأولى، وبالتالي فإنه سينتقل إلى المرحلة النهائية في التصويت يوم 13 يونيو للمنافسة مع أمريكا والمكسيك وكندا حول تنظيم مونديال 2026. كان هذا إجمالا أهم وأبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة نهاية الأسبوع.
شكرا نبيل عبد اللاوي. قراءة أيضا في جديد الصحف التونسية مع مراسلنا غفران الحسيني من تونس. غفران مرحبا بك. مرحبا زميلي عبد السميع، أحييك وأحيي كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة المغرب وفي المواضيع السياسية التي تستأثر بأبرز اهتمامات الشارع التونسي هذه الأيام. بعد هجومه المدوي على حافظ قائد السبسي، تساءلت الصحيفة في أبرز العناوين: هل أنقذ يوسف الشاهد رأسه؟ كتبت الصحيفة أنه بعد مرور 3 أيام على الهجوم الصاروخي لرئيس الحكومة على غريمه حافظ قائد السبسي، نزل رئيس الدولة والمدير التنفيذي لنداء تونس، تعيش تونس السياسية على وقع هدوء ظاهر ولكنه قلق، إذ لا وجود لأي ردة فعل رسمية لا من قيادة نداء تونس ولا من رئاسة الدولة ولا حتى من أهم الأطراف المجتمعية حول وثيقة قرطاج 2، وكأن البلاد ما بين قوسين من الزمن. تابعت الصحيفة أنه صحيح أن كلمات الشاهد قد تحررت بعض الألسن داخل حزبه وخارجه أيضا، وأن بعض المبادرات قد تنجأ بالاعتماد عليها، ولكن بعد هذا الهجوم الأول لم يعد يوسف الشاهد متحكما في الزمن السياسي ولا حتى في زمن المنافسة بينه وبين نجل الرئيس. ففي كل فنون الصراع تكون عادة الضربة الأولى ممهدة لإظهار اضطراب المنافس وتعرية دفاعاته أمام ضربة ثانية يظن أنها ستكون حاسمة، ولكن لو ظلت دفاعات المنافس متماسكة تكون الضربة الثانية مغامرة غير محسوبة العواقب، لأنها قد تكون مناسبة لردة فعل غير متوقعة. تابعت الصحيفة في الختام أنه بجانب الإصلاحات التي وعد بها يوسف الشاهد خلال تلك الدقائق 11 بإجراء تعديل حكومي هام، هل يستطيع الشاهد إقالة أحد وزراء النهضة؟ والحال أن حركة النهضة هي من أنقذ رأسه في وثيقة قرطاج 2، هل بإمكانه أيضا التقليص من حجم النداء في حكومته ثم يطالب كتلة حزبه بتزكية اختياراته؟ نتحدث عن يوسف الشاهد كرئيس حكومة أمام خيارات أو إكراهات في مغامرة القصبة عندما ستكون ساحة الحرب وأسلحتها مختلفة على حد تعبير صحيفة المغرب. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة اليوم وفي ذات الموضوع: لا مناص من العودة لاستكمال قرطاج 2. كتبت الصحيفة أنه بعد إعلان رئيس الدولة قائد السبسي تعليق مسار قرطاج 2، كل الأطراف السياسية والاجتماعية والرأي العام الوطني أخذ يتساءل عن مصير هذا المسار الذي حمله الطيف السياسي والاجتماعي أمام وجود حلول للبلاد والخروج بها مما تردت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تابعت الصحيفة أنه لعل إعلان رئيس الدولة عن تعليق المسار هو إعلان بدخول البلاد في بوادر أزمة سياسية خانقة تتداخل فيها الحزبي بالسياسي بالحكومي والتشريعي، كل الأعين اليوم ترقب مصير هذا المسار وكيفية عودة الفرقاء الموقعين على وثيقة قرطاج إلى طاولة الحوار لبلورة موقف موحد من مخرجاتها، حتى في ذلك موقف من حكومة يوسف الشاهد والتحوير الذي قد يطرأ عليها. نختم جولتنا بصحيفة الشروق وفي الشأن الفلسطيني: فلسطين تنتفض نصرة للأقصى، حيث خصصت جمعة أمس لتوحيد جهود الفلسطينيين في كل من قطاع غزة ومدينة حيفا المحتلة، وذلك في فعاليات الجمعة 10 من مسيرة العودة الكبرى تحت شعار من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك. تابعت الصحيفة توافد الفلسطينيين نحو مخيمات العودة المقامة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، بينما نظمت في حيفا مسيرة دعم لغزة في مفرق الشهيد باسل الأعرج، حيث يواصل الفلسطينيون انتفاضتهم نصرة للمسجد الأقصى الشريف بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران. لم يبقى لدينا أيضا في هذه الفقرة إلا متابعة مرحلة الكاريكاتير.
شكرا مشاهدينا في كل مكان على هذه المتابعة، وإلى اللقاء.